أيضا لأبينا الروحي القمص متى المسكين في يوم الأحد أحد التناصير أو أحد المولود أعمى في صوم الكبير سنة 73 بكنيسة القديس أنبا مقار بديره العامر ببرية شيفيت. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. فصل إنجيل قداس هذا الصباح يا أحبائي، فصل للنور والإيمان والرجاء، هو إنجيل رصيد لا ينتهي لكل إنسان، لكل إنسان ولد أعمى ولكن ليس العمى، عمى العينين، والرجاء الذي أعطاه لنا الرب في هذا الإنجيل لا يشمل الأعمى فقط، بل يشمل كل إنسان غطته الظلمة من الداخل أو من الخارج. لذلك هي بشرى لكل إنسان ولد مشوها، سواء بالجسد أو بالنفس، ضعيفا سواء بالقدرات العقلية أو الجسدية، لكل إنسان يئن تحت العوز، من الطبيعة أو من الناس، بل ماذا أقول، وكل إنسان أهمل وترك وظلم حتى من أبويه مثل هذا الأعمى، أو من المجتمع الذي لا يعرف إلا الأقوياء. نعم، اليوم بشرى في هذا الإنجيل لكل إنسان يشعر في ذاته أنه ناقصا. أي نقص، بل أنه رجاء لا ينتهي بحسب ما سنرى بوضوح من أنه الرجاء ينصب على الإنسان الذي يرزح تحت ظلمة الخطية، أو كما يقول النبي قديما، الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت أبصر نورا عظيما، والذين في كرة الموت أشرق عليهم نور، أو من فم داود النبي نسمعها بوضع آخر، قال الجالسين في الظلمة وظلال الموت، نفس الآية بس بوضع آخر، في قيود الذل بسبب عصيانهم ورفضهم لمشورة الله، صرخوا فاستجاب لهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وفك قيودهم. يا لهذا الأعمى، يا لإنجيل هذا الأعمى، ويا للرجاء المزخر فيه لنا اليوم، بل والبشرية كلها. في وقفة أخرى في إنجيل آخر ربما من أسبوعين أو أكثر، جلسنا في حضرة إنجيل عجيب لا يقل عن هذا الإنجيل، إنجيل الكنعانية، امرأة بلا إيمان كنعانية ليست يهودية، ليس لها ناموس، ليس لها أنبياء، ليست ابنة إبراهيم، ليست صاحبة حق في شيء ولا استحقاق لشيء، سيرة غير طاهرة وعبادة غير طاهرة،
ولكن خرجنا من إنجيل هذه الكنعانية مشبعين بالإيمان العجيب. وهكذا يعطينا يوحنا الرسول في إنجيله أمثلة عجيبة، وهكذا يقدم لنا المسيح من وسط وفي وسط حياتنا وبشريتنا نماذج مذهلة لنستمد منها الرجاء والقوة والحياة. الكنعانية كما قلت لكم امرأة بلا إيمان، بلا عهود، بلا وعود، بلا رجاء، بلا إله في العالم، ليس لها ناموس تتكل عليه، لا إيمان لها إطلاقا، ولكنها وثقت بالرب. فقيل عنها أو قال لها الرب: عظيم هو إيمانك يا امرأة. وتعلمنا من هذه الكنعانية الفقيرة المعدمة من أي نور أو بصيرة، تعلمنا وأخذنا منها ومعها قوة إيمان عجيبة. أقول لكم بالصدق يا أحبائي أني ما تعلمت من الإنجيل درسا للإيمان الحر الذي لا يعتمد على شيء بقدر ما أخذت من هذه الكنعانية. واليوم نحن معزومين في حضرة أعمى شحات، صدقوني شحات يستعطي، واللي كانت ودانه مفتح للكلام سمع كلمة يستعطي. شحات يستعطي، أعمى، أعمى منذ ولادته، وسوف نخرج معه وبواسطته بكمية من النور الإلهي يعجب لها. وهكذا يقدم لنا المسيح والإنجيل أمثلة ليست فيها أي بارقة من القوة، لا الداخلية ولا الخارجية، لكي تكون بادرة أو بادئة لبداية حياة وإيمان لكل إنسان مثل الكنعانية أو مثل هذا الأعمى الشحات المولود في عماه في ظلمة لا تنتهي. ولكن الأمر الذي يتعجب له يا أحبائي أن الكنيسة اليوم تعيد عيد أحد التناصير كما تعلمون، أي عيد أحد العماد بيعمدوا فيه. فهل هناك مناقضة ما بين هذا الإنجيل، إنجيل الأعمى، وما تعيد له الكنيسة اليوم من جهة العماد؟ لا. وبهذه المناسبة أستطيع أن أدخل إلى الإنجيل كمكمل للإنجيل الذي قرأناه يوم الجمعة الماضية بخصوص الميلاد من فوق. هو إنجيل عماد بالدرجة الأولى، وسنكتشف مقدار السر، سر التجديد وسر العماد المزخر في هذا الإنجيل أو في هذا الأعمى. في السراديب يعني الكنائس القديمة أو اللي كانت بتبقى تحت الأرض على أعماق كتيرة في روميا، يوجد سراديب كتيرة، اللي زاروا هناك يعرفوا شافهم، كانت كنائس تحت الأرض. في سرداب هناك من القرن الثاني، من بداية القرن الثاني، في صورة للأعمى والمسيح يشفي عينيه تحت الجرن المعمودية، وفي وسط مناظر للعماد. ففي الواقع منذ العصور الأولى، منذ بداية حياة الكنيسة، والكنيسة تجد وترى في إنجيل الأعمى نموذج تطبيقي سرائري عميق لمفهوم المعمودية، مش بس بالتصوير في البرفريسكو على الحوائط. نتعلم هذا من الكنيسة وأيضا من العظات. نقرأ لأمبروسيوس في عظاته عن الأسرار في العظة الثالثة، يذكر الأعمى، إنجيل الأعمى، كنموذج لما تعمله المعمودية في الإنسان. ففي الواقع ما فيش مناقضة، الكنيسة اليوم تعيد للمعمودية وبإنجيل الأعمى. نعم يا أحبائي، في الواقع الأعمى هو الإنسان الذي ولد هكذا، والخطية أعمت عينيه بلا بصيرة، وسوف ترون في عمل الرب مع هذا الأعمى ما يعمله تماما في المعمودية. كل أعمى تقدم للمسيح يا أحبائي تقدم إليه بصراخ: يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. في الواقع ده مش نموذج للإنسانية كلها. أما اليوم فنقع على نموذج يبرزه لنا يوحنا الرسول، هو نموذج في الواقع للإنسانية كلها. إنسان جالس لا بيصرخ ولا يطلب شفاء. حال الإنسان المسكين
إنسان الخطيئة الذي إن تحت الخطيئة والذي أشرق المسيح عليه بنور من عنده. في الواقع الكنعانية زي ما قلت لكم بتدي صورة لصراخ الإيمان وشجاعة الإيمان وإصرار الإيمان. ولكن ماذا يعطينا هذا الأعمى؟ إنسان هادئ في نفسه، صامت، قاعد على الطريق، أو في الواقع كان قاعد على الهيكل لأن كان المسيح خارج من الهيكل، وكان عيد اسمه عيد المظال، وكان المسيح بيعلم في رواق رواق سليمان والرواق الخارجي اللي كان بيعودوا فيه الستات. فكان صامت، صمت الإنسان الذي أشرق عليه المسيح دون صراخ ولا سؤال، بس كان بيئن من ظلمة ليل طويل لم ينقش عنه قط، ولد في ظلام وعاش في ظلام. في الواقع هنا المسيح يظهر رحمته، ودي الحتة اللي عاوز أجعلكم تحسوا معي فيها، أن مش بس لمن يسأل ولمن يطلب، بل يقول الكتاب ليس لمن يسأل ولا لمن يطلب بل الله الذي يعطي. ليس بالقوة ولا بالقدرة يقول رب، بل بروحي يقول رب الجنود. أحيانا بل وأساسا، مش أحيانا يا أحبائي، الرب يقف أمامنا صاحب مراحم وأفضال لا يمكن أن يصدقها إنسان. تعالوا معي نتحسس هذه القصة العجيبة. زي ما قلت لكم كان عيد اسمه عيد المظال، والعيد ده أمهد له بكلمة صغيرة. كان في طقس جوه الهيكل، طقس عجيب. كان رئيس الكهنة مع بعض اللاويين ورؤساء الشعب يطلعوا من الهيكل بموكب ومعاهم إدرة فضة، ويروحوا لبركة اسمها بركة سلوام علشان يملوها مية من هناك، وييجوا يطرحوها على المذبح يكسروها كسر، بتبقى رقيقة، يكسروها يخبطوها خبطة جامدة قوي فتنشأ، فتنزل المية على المذبح وتملاه، تذكار للصخرة التي ضربها موسى في البرية وأخرجت ما أشبعت شعب إسرائيل. فعيد المظال انتوا عارفين انه بيجددوا تذكار خروجهم من مصر ويعيشوا برا البيوت. في الهيكل كان هذا الطقس يتناسب مع هذه الذكرى، ان الصخرة كانت بتطلع لهم مية ويشربوا. طبعا لا يعوز الفاهمين منكم العلاقة ما بين الصخرة وما بين المسيح، بل قالها بولس كده مرة واحدة كشفة وقال والصخرة التي كانت تتبعهم كانت هي المسيح. بس في آية في أشعياء النبي تسترع انتباهنا جدا جدا، يقول لك ايه؟ هذا الشعب رذل مياه سلوان الجارية بسكوت، وبعدين الربيين اللي هم حكماء اسرائيل قالوا دي الآية دي اللي ذكرها أشعياء النبي، ان هذا الشعب رذل مياه سلوان، بركة سلوان، مياه سلوان كده هي مكتوبة شيلوه في الترجمة العبرية اللي بتقروها انتم في العهد القديم اللي موجودة معكم في البيروتية. ولكن الكنيسة لا تعتمد هذه القراءة ولا تعتمد هذه النسخة ولا تعتمد اطلاقا هذه الترجمة. الترجمة الوحيدة التي تعتمدها الكنيسة الارثوذكسية القبطية للاسفار بتاعت العهد القديم هي الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية بتقول رذل هذا الشعب مياه سلوام الجارية بسكوت. تعرفوا شعب اسرائيل قال عن بتاع الربين قالوا ايه؟ قالوا معناها ان هذا الشعب رذل عمل الله معهم في البرية، رذل الصخرة التي كانت تتبعهم. الكلام ده مهم عندي، الانجيل هينبط الحتة دي بشدة. فهذا الطقس كان عجيب في الواقع. وبعدين اللي يقرأ منكم اصحاح 8 في انجيل يوحنا يلتقي فيه الوضع ده، بس مش مذكور طبعا الطقس. كان الطقس يمشوا بالمية وبعدين يجوا على المذبح ويكسروا الإدرة، وبعدين تطلع المية فيروحوا عاملين تسبحة عظيمة أو اسمها تسبحة الماء. فهم جايين يقولوا التسبحة وخلصوها، راح واقف المسيح، وده كان في اليوم الأخير العظيم من العيد، واقف المسيح وبصوته الجهوري اللي كان بيقدر يسمع 5000 واحد غير النساء والأطفال، قال لهم ايه؟ إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. ده بناء عن إيه؟
عن الطقس، الصخر الإذرة اللي بيكبوها على كأن هي دي المية وتذكار المية، وكأن المية دي هتعمل لهم شيء هذا التذكار القديم. فقال لهم بس من غير ما يقضوا بالهم طبعا، راح قايم وصارخ فيهم كلهم يعني، وقال لهم إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، من يقبل إلي تخرج من بطن أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس المزمع أن ينسكب. وبعدين طبعا الأناجيل متركبة على بعض، وخصوصا في إنجيل يوحنا، بيجي هنا يتكلم هنسمع. وفيما هو مجتهد رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، زي ما قلت لكم ما بيسألش ما بيطلبش شفاء. فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ، أهذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ ده كان معروف في الطقس اليهودي أو في الشرح اليهودي أن كل إنسان بيولد أعمى أو كل إنسان بيولد مشوه أو ناقص في شيء يعني، فده لها سبب من سببين، ده اللي قاله حكماء إسرائيل، يا أخطأ أبويه يا أن الولد ده ابن خطية فحلت عليه خطية أبائه فولد هكذا. تأملوا معي نفسية مثل هذا الإنسان وهو يعلم بالضبط معنى عماه، كان يئن في داخله بإحساس أنه ليس ابن بركة، ليس ابن نعمة، وإلا ما ولد أعمى، لابد أن خطية أبويه قد حلت عليه. تأملوا معي في إنسان يعيش تحت ثقل هذا الضمير الذي يئن بمثل هذا الشعور، وفعلا كان يئن، لهذا لم يعبر المسيح عليه عبورا سهلا. وطبعا لا يعوزكم الفهم في التطبيق، هو أنا وأنت والإنسان الذي يرزح دائما تحت ثقل الخطيئة. المسيح لا يحتاج أن يشرح له إنسان ما في الإنسان، لأنه يعلم ما في الإنسان. استرعى انتباهه أنين هذا الإنسان المولود أعمى. أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه، وضع أو شرح جديد هو مرسل لنا اليوم كلنا، إن الخطية التي ورثناها ليس لنا ذنب فيها، لا هذا أخطأ ولا أبواه. الخطية التي ورثناها في أجسادنا، في عقولنا، في ضمائرنا، في أعصابنا، في خلايا أجسادنا، واستقرت واستعبدت إرادة وفكر وعادات وغرائز وحياة. نحن مظلومين كل الظلم، كما يشعر هذا الأعمى بظلم عماه. لذلك أعطانا الله المعمودية، لذلك الولد الصغير ناخده كده بأيدينا وهو لسه صغير، ابن 40 يوم ولا أكتر، لي وقت شوية، 48 أو خلافه، وبناخده ونحطه في جرن المعمودية ونطهره مجانا مجانا. ليه أعطتنا المعمودية يا ابن الله؟ لأنكم مظلومين، دخلت الخطية أعماقكم ظلما، لذلك أخرجها مجانا. أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. يا سلام، برضك أنا لا أستطيع أن أعبر على هذه الكلمة. كم من أتعاب تواتينا، كم من مظالم نقع فيها، كم من خسارات جسدية أو مالية أو كرامة أو خلافه تداهمنا، فنجد أننا مظلومين. ماذا يكون عملنا؟ ليس لنا عمل، ولكن فلنعطي أحبائي في مثل هذه الأوقات والظروف فرصة لتظهر أعمال الله فينا. هتظهر أعمال الله فينا إيه لما نكون مولودين بنعرج، مولودين أمي أو نظرنا ضعيف، مولودين ذاكرتنا ضعيفة، مولودين إرادتنا ضعيفة خالص مسلوبي الإرادة، هنعمل إيه؟ إحنا
لما نتولد هو فينا مثلا شلل أطفال، هو فينا مثلا ضعف في الجهاز العصبي، ضعف خلقي في القلب، ضعف خلقي في الذاكرة، في المخ، في الأعصاب. نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ ولا شيء، ولا شيء، ولكن نعطي فرصة لتظهر الله أعمال الله فينا. طبعا إذ نحيا بإيمان الله نعطي فرصة لعمل الله فينا، نعطي فرصة لعمل الله فينا باحتمالنا. إذا احتملنا ونحن مظلومين، مين اللي بيتمجد؟ الله. إذن إذن بخسارتنا أو بضعفنا أو بعوزنا بنعمل إيه؟ بنعطي مجدا لله، نشكر. ففي شكرنا ونحن مظلومين ونحن مهانين ونحن ضعفاء ونحن مشوهين في الداخل أو في الخارج، إذ نحتمل، إذ نشكر، إذ نرتل بفرح، نعطي فرصة ليتمجد الله فينا. ده عمل الله نستطيع أن نعمله فينا. وأيضا حينما نحتمل وحينما نشكر في ضيق أو في ظلم أو في تعب أو في شعور بخطيئة، أيضا نعطي فرصة بالإيمان لكي يعمل الله عمله فينا، إن بشفاء، إن بتعزية، إن بتقوية، إن بتعويض. نحن مثلا ما عندناش قدرة نمشي، يدينا قدرة نتكلم. ما عندناش قدرة نتكلم، يعطينا قدرة نحب. ما عندناش قدرة نحب، يعطينا قدرة أن نبذل ونخدم، وهكذا. ينبغي، أجاب يسوع لهذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. أرسلني يا أحبائي أحط تحتها خط، ممكن مهم أوي أوي كلمة أرسلني هنا الوقت. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، فسيأتي الليل الذي لا يستطيع أحد فيه عملا. تفضل عدم، عدوا كلكم. نعم يا أحبائي، نهار الإنسان قصير، نهار العمل الروحي قصير. وطبعا الموضوع لا يحتاج إلى برهان. ماذا عملت أمس من الأعمال الروحانية؟ تأمل معي يا أحب، تأملوا معي يا أحبائي عمق المعنى والكلام. بيقول أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار فسيأتي الليل. هنا في توضيح إن النهار قصير والليل طويل، وإن النهار فيه يمكن العمل والليل ما بيمكنش. ده له معنى وده له معنى. بقول لكم تأملوا معي قصر نهار الروح أو النهار الروحي للإنسان الروحي. ماذا عملت أمس من الأعمال الروحية؟ طبعا لو أقول لك عملت من الأعمال الجسدية تكتب لي نوتة من 20 صفحة، ولكن لما أقدم لك النوتة أقول لك اكتب لي، سجل لي العمل الروحي اللي عملته امبارح، تتكسف أوي 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 أوي. وبعدين لو أقول لك سجل لي الأعمال اللي عملتها في الروحية في الأسبوع الماضي، تخجل أكتر. ولو أقول لك قل لي الأعمال الروحية اللي عملتها في السنة الماضية، تنكسف جدا. وهكذا يتضح لنا يا أحبائي أن نهار العمل الروحي نهار قصير جدا. لذلك رأى المسيح ذلك وقال أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار فسيأتي الليل الذي يستطيع أحد أن يعمل فيه عملا. أحيانا بيريد المسيح يعمل عمل فينا ولا يستطيع، لأننا نكون في ليل. مكتوب أن المسيح لم يستطع أن يعمل آيات في كفر نحوم لأنهم لم يكونوا يؤمنوا به. خلي بالكم من الكلام، المسيح لم يستطع، أراد ولم يستطع. المسيح لم يستطع أن يعمل آيات في كفر نحوم، حاول ففشل. المسيح فشل. كم من مرات فشل المسيح أن يعمل فينا عملا لأننا نكون في ليل. يا لطول ليل الإنسان ولقصر نهاره. لذلك يتمنى المسيح أن نكون في نهار وأن نكون أبناء نور ليستطيع أن يكمل ويتمم عمله فينا. التنبيه قوي يا أحبائي،
التنبيه قوي. كل الذين ولدوا من المعمودية كلام هيجي كله تطبيق على المعمودية. دوت أولاد نور مش أولاد ليل. ولكن للأسف أعطينا النور ظهرنا كما أعطى شعب إسرائيل يهوى أو الآب أو الله قديما أعطى له القفا دون الوجه. فدخل إسرائيل في ظلمة ليل لا تنتهي مئات السنين مئات السنين. والآن يا أحبائي ليل الكنيسة بيطول وفجرها بيشرق قليل قليل جدا جدا وعلى نفوس قليلة. لماذا؟ لأن مش قادرين ندرك أن الآن آن عمل أو آن عمل روحي. نحن ولدنا لحياة جديدة مش لكي نعيش بس هذه الحياة. احنا ارتبكنا بأعمال كثيرة والحاجة إلى واحد تاني علشان هنطبق في الآخر، لأن آية آية مش هيبان التطبيق بالنسبة للمعمودية. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ما دمت هنا في الوضع الأصيل أو الأولاني للترجمة للنسخ العبرية الأولى بيقول يعني ما دمت في العالم فأنا نور العالم، بمعناه أن طالما أنا في العالم أو حيث ما أنا في العالم، يعني بيعطي صفة الديمومة بمعنى أنه في العالم. كان في العالم والعالم لم يعرفه. كان في ناموس موسى. كان في فم أنبياء كثيرين. كان في الخلقة الأولى. كان في الكلمة التي أرسلها الله لخلقة الأرض. المسيح ككلمة موجود في العالم باستمرار وهو نور العالم. نور العالم مش معناه نور الشمس ده أو النور اللي فيه نستطيع أن نفرق ما بين الشيء والشيء، ولكن قصد إنجيل يوحنا من كلمة ما دمت في العالم فأنا نور العالم هو المعرفة القلبية الداخلية، مش المعرفة العقلية، المعرفة التي تستطيع أن تميز بين الخير والشر، ما بين الحق والباطل. فبيقول ما دمت في العالم فأنا نور العالم. طبعا هنا برضك المسيح بيلقي كلمته في عمق قلب الإنسان مش في فكره. المسيح ما هوش نور ظاهري، نور داخلي، ولكن هيورينا أيضا أن له سلطان على النور الخارجي حتى ندرك أن له سلطان على النور الداخلي. خلوا بالكم دايما في إنجيل يوحنا زي ما قلت وزي ما بقول باستمرار أن الكلام دايما بيشير إلى المعجزة اللي بيعملها الرب، والمعجزة دايما بتشير للكلام. ومن هنا بقول ان دايما المعجزة بيسموها آية، وفي اليوناني يسموها سيمايون، وسيمايون يعني إشارة أو من يشير بإصبعه. وسيمايون انتوا تفتكروا كلمة سيمافور، يعني الإشارة اللي بتدي للقطر يعبر أو لا يعبر، السيمافور سيما. سيمايون آية إشارة. المعجزة دايما في إنجيل يوحنا وفي بقية الأنجيل بس في إنجيل يوحنا بالذات دايما المعجزة تشير على كلام المسيح أو على شخصه، أو إذا تكلم المسيح فالكلام لازم بيثبته بآية. هنا التطبيق سريع جدا. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره المرسل، فمضى واغتسل وعاد بصيرا. الله الله، انا نور العالم. ايه ده؟ في الاصحاح اللي فات قال لهم دي في اصحاح 8 في اصحاح 8 من انجيل يوحنا قال لهم انا نور العالم، فقال له انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق. ده اليهود والفريسيين الحكماء والعلماء منهم قال لهم لا انا شهدت حق، انا اعلم من اين اتيت والى اين تذهب اين اذهب، ولكن انتم ما بتعرفوش من اين اتي والى اين اذهب. عجيب يا ربي، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ طبعا اللي يفتكر كلام عن نيقوديموس قال له ان المولود من فوق بيشبه انسان، بيشبه الريح في عملها. الريح تسمع صوتها ولكن لا تعلم من أين تأتي
ولا إلى أين تذهب. خلوا بالكم من قراءات الإنجيل كيف تكون بقى. اليوم أنا بأديكم كده يعني توجيه خفيف تقرأ الأناجيل إزاي والربط يكون بيه إزاي. شوف من الأصحاح 3 يجي في يوحنا 8 من 3 ل 8 ويرد ويوضح. إذن اللي عاوز يقرأ الإنجيل ده لازم يكون صاحي واعي ويقرأ 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 مرارا كثيرة عشان يفهم المسيح ويفهم عمل المسيح فيه. قال اللي بيولد من فوق زي الريح في عملها، تسمع صوتها ما تعرفش جاية منين ورايحة فين. وبعدين قال لهم أنا أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. ياه إيه التعبير السري ده. آدي لغة يوحنا الرسول، آدي لغة الإنجيل، بيعبر عن نفسه بأنه ده مصدر الولادة. مش قال لهم زي واحد زي الريح ما بتعمل هكذا اللي بيولد. فعاوز يوريهم عمله انه انتوا شايفيني ولكن ما بتعرفوش انا منين ورايح فين. بس دي كانت رد على انا نور العالم. فقالوا انت بتشهد لنفسك؟ قال لهم لا، شهادتي حق وانا بشهد واعرف انا بشهد ازاي. وبعدين يجي يوضحها هنا تاني كأصل الفريسيين اللي كانوا معاه في اصحاح 8 فضلوا معاه لغايه اصحاح 9. وبعدين رجع تاني قال لهم انا نور العالم ولسان حاله يقول. وعاوزين تصدقهم تعالوا. وجه خد طين وبص للاعمى الذي هو انا وانت وكل انسان يئن تحت ثقل عدم المعرفه وعدم الفهم وعدم الرؤيه، وطلع عينيه بالطين. طلع هنا مسح، ده زي بنفس الكلمه التي بتستخدم في المسحه، مسح عينيه بالطين وقال له روح اغتسل في بركة سلوان الذي تفسيره المرسل. يا أهل الأسرار التي في هذا الكلام. وقال يوحنا العجيب الروحاني النسر الطائر في السماء، ده تشبيهه، الذي يجعل لنا في كل كلمة سر وكل كلمة عمق ينادي عمق. قال له اذهب اغتسل. اغتسل هنا ده الوضع اللي بيتكلموا فيه دايما في المعمودية، كلمة اغتسل. طب يا ربي هو شوية انت تفلت. طبعا التفل ده معناه ان عملية خلقة، ده من الرب حاجة منه. وبعدين الطين اللي هو الارض وحط المقلة في عينيه. تقريبا الاعمى حس بشوية طين في عينه وسد عينه زيادة. وبعدين قال له اذهب اغتسل. اغتسل في بركة سلوان. في كلمة في الأصل برضه في اليوناني بتاعها يعني في داخل. اللي بيدرس يوناني يعرفوا الفرق ما بين ان وايس. هنا ايس يعني في داخل. بركة سلوان بقت مفعول به، في داخل بركة. اذهب اغتسل في داخل البركة. وضع عجيب، اغتسل. طب يا رب ليه؟ طب وهو ناقص بعد التفل وبعد انك انت خلاص اديته زي ما تقول ده لمسة خلقة، كان ينبغي انه يفتح في الحال ولكن لا. قال له اغتسل. هنا الاشارة العميقة جدا لسر المعمودية. هنا الانسان الاعمى. طبعا اعمى بالنسبة للعالم زي الانسان اللي بيتقدم الى جرن المعمودية وهو تماما اعمى بالنسبة لملكوت السماوات. تفتكروا معايا الكلام اللي قاله يوحنا، اللي قاله المسيح لنيقوديموس لما قال له ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يعاين ملكوت السماوات، لا يقدر ان يرى ملكوت السماوات. يرى هنا الرؤية القلبية والروحية والفكرية معا. في الأصل برضك اليوناني، وسامحوني أنا بقول دايما كده عشان العربي ما بيوضحش. هنا بقول لا يقدر أن يرى، ما هيش رؤية عينية. لما تجري ورا كلمة يرى تلتيها زي اللي جت أنه زي إنسان يرى فسادا. فهل يرى الفساد بعينيه؟ لا يرى الموت. فهل إنسان بيرى الموت بعينيه؟ يرى أياما صالحة. فرؤية الأيام الصالحة بالعينين؟ لا.
عشان كده هنا بيقول برضك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت السماوات. هنا الرؤية رؤية كاملة قلبية وفكرية وكل شيء. واللي عاوز يعرف زيادة برضك في اليوناني هنا إذين من إيدية من أيدية، لا يستطيع أن أيدية الملكوت. شوفوا قد ايه هنا الايديا اللي بيعرفوا حتى انجليزي جت ازاي، يعني ياخد نظريه كامله، ياخد فكر كامل، ياخد وعي كامل عن ملكوت السماوات. ده بيكلم نيقوديموس المعلم الفريسي صاحب المعرفه، قال له مش ممكن معرفتك ما تنفعش، الناموس لا يصلح لشيء بالنسبه ليك، ينبغي ان تولد من فوق لكي تعرف لكي تفهم لكي ترى ملكوت الله. تمم هنا المسيح الكلام اللي قاله نيقوديموس، بس تممه على مستوى الجسد. تفل وحط التفل في عيني الأعمى مع الطين وقال له روح اغتسل، روح اعتمد. فأتى بصير، جه له مقلتين، له عينين تماما. هذه هي دعوة العماد، دعوة الميلاد من فوق. كل من يولد من المسيح تنفتح بصيرته فيرى ملكوت الله، فيحس بملكوت الله، فيعرف الأشياء الموهوبة له من الله. ليه؟ لأنه بياخد روح المسيح، الروح الذي يفحص كل شيء حتى أعماق الله. برضك يهمني أن أنا أقول الآية اللي كتبها بولس الرسول في هذا المعنى، لأن مهم لينا مفهوم الميلاد من الماء والروح. هنا المسيح عمل ميلاد روحاني مع الميلاد الجسداني بالنسبة للعين. وهتشوفوا معي، هتشوف الأعمى ده مش بس عرف يفرق ما بين الرجل والمرأة وما بين النور والظلمة وما بين الحيطة والأرض، ده قدر يفرق ما بين الفريسي الكذاب المعلم الكذاب اللي عمته كبيرة ومطول أهداب ثوبه وبيمشي ويجري وراه ويقول له سيدي يا سيدي، قدر يفرق ما بينه بين عظمته ده وما بين ابن الإنسان الفقير الحقير اللي ماشي يمكن حافي، وقال له قد انت شفت. تؤمن بقى بابن الانسان او بابن الله؟ قال له من هو، من هو اللي اؤمن به؟ قل لي، قل لي وانا اؤمن به على طول. فقال له هو هو الذي يتكلم معك. قال له امنت، امنت يا سيدي. وخر وسجد في الحال، مش ايمان البق بس والعمل، وسجد برضك في الاصل العبري نسيها وعبد، سجود العبادة مش سجود الجسد. يا لهذا الانفتاح، ليس هو انفتاح عينين فقط يا احبائي، ده انفتاح قلب ببصيرة لازمت الاعمى كما لازمه النور المنظور. بهذا المسيح يريد ان يشرح لنا شرح توضيحي، زي ما بيقولوا في مدارس الاحد سموه شرح ايه، يقول لك عمل درس توضيحي او مش عارف يقول لك ايه، وسائل ايضاح، بس بقى مش بال حتة تبشيرة ولا شمعة مش عارف ايه ولا بتاع كده يرسمه له على ورقة ويضحك على العيل ويقول له هو ده المسيح، يقول له مش ده المسيح، المسيح ده المسيح، ولا زيه ويضحك عليه. لا، ده هنا المسيح عمل درس توضيحي، انما يتعجب له. مسك واحد اعمى في وسط الفريسيين المفتحين قوي، وبعدين اداله بصيرة جسدية، ومع البصيرة الجسدية مع اللمسة، لمسة المسيح، وأينما لمس المسيح انفتح القلب. لمسة المعمودية التي بيد الرب السرية التي من وراء رشم الكاهن بتأخذ العينين، انفتاح داخلي بيأخذ القلب بصيرة مع الروح ومع الحياة الجديدة. هتشوفوا معي كيف انتقل هذا الأعمى وكيف امتدت بصيرته الداخلية مع البصيرة الخارجية. واغتسل، اذهب واغتسل في بركة سلوام. هنا سلوام اللي كنا اتكلمنا عنها الوقتي، اللي هي ايه؟ اللي هي رمز لايه؟ الماء اللي كان نابع من الصخرة، اللي كان لها طقس في صميم العبادة اليهودية انها تمثل الصخرة التي كانت تتبعهم في البرية. بس قال هنا كلمة تدوخ ولكن تفتح العينين. ايه ده يا يوحنا او ايه ده يا يسوع؟
ايه قصدك؟ اذهب واغتسل او اعتمد تقدروا معايا تقولوا معايا في بركة سلوان الذي تفسيره المرسل. سلوان بالعبري يعني مرسل، باليوناني ابيستلمانوس او ابيستلماني، يا جاية كده يا جاية كده، على وضع مؤنث او وضع مذكر. ابيستلمانوس يعني مرسل، ابوستولوس ابيسل رسالة، الابوستولوس اللي كان بيقراه اخونا الواتي الرسالة، مرسل. ايه ده؟ سلوان الذي تفسيره المرسل. طب وش معنى يا رب؟ وش معنى تفسر السلوان دي؟ طب ده واحد اسمه كيت، لازم تقول تفسير اسمه. دي بركة معروفة في كل اسرائيل ومعروفة من مئات السنين يمكن من الوف. ايش معنى تقول الذي تفسيره المرسل؟ خلوا بالكم انه قبل كده قال فسأت اللي ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني. مين المرسل؟ بيشاور على نفسه يا احبائي. روح اذهب اغتسل في ماء البركة سلوان التي هي المرسل. بعدين اختصر تاني، اذهب اغتسل في الماء الذي هو المرسل. اذهب اغتسل في الماء الصخرة التي هي المسيح. ماشي كل ده ماشي. اذهب اغتسل في المعمودية في الماء الذي هو ماء الحياة، الماء الذي في الشكل وفي المظهر ماء وفي الجوهر انا. هتاخد من الماء خلقة جديدة، هتاخد من الماء تصوير داخلي، انفتاح داخلي، مواهب داخلية، حواس روحانية داخلية. هتنفتح عينيك بالضرورة، لاني انا حط الطين اللي هو الخلقة الجسدية، حط الطين اللي هو الخلقة الجسدية مع التفل اللي هو مرافق للكلمة، للكلمة التفل والكلمة، وبعدين الماء الذي هو الميلاد الجديد. اخذ الاعمى الاثنين مع بعض، انفتحت عينيه وانفتح قلبه. يا للعجب يا للسر، هكذا ينبغي ان نقرأ الانجيل، ينبغي ان يقرأ الانجيل هكذا. قال له اذهب واغتسل اعتمد في بركة سلوام الذي تفسيره المرسل. فمضى واغتسل وعاد بصيرا. يا لهذا الأعمى العجيب، ده قدامه إنسان ما بيعرفش عنه حاجة، لا نبي ولا شيء. ده هو ما قالوش يا ابن داود ارحمني، ده ما يعرفش مين اللي ماشي. يا أحبائي ده هو ماشي هو وتلاميذه، فالتلاميذ قالوا له ده أخطأ ولا أبوي اللي عمل اللي قاعد على السلالم ده؟ قال لهم أبدا لا، لا هو ولا أبوي، ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل عملي ما دام نهار. شعر المسيح بن في قلب هذا الإنسان نهار، نهار إيمان، فقال ينبغي هنا أن أعمل عملي. فجه مباشرة للأعمى وهو مدد إيده وبيحسب الأعمى أنه ياخد حاجة في إيده، لا حاجة اتحطت في عينيه، فاتخض. قال له ما تخافش ما تخافش، مش انت عاوز تبصر؟ قال له اه. قال له خلاص روح بركة سلوان وابصر. ابصر ايه؟ ده خيط رفيع قوي، خيط ايماني رفيع جدا جدا، ده يمكن انقطع في السك. بيذكرنا الكلام ده بواحد اسمه نعمان السورياني، كان جه لإليش على النبي وكان عنده برص في جسده، برضك على نفس النمط في مفهوم المعمودية، والبرص دايما يشير الخطية. فراح لنبي اسرائيل وقال له اشفى ازاي؟ قال له روح اغتسل كم مره كده في، قال له كم مره؟ سبع مرات في الاردن. فليه؟ هو انا ما عنديش دجله والفرات هناك في سوريا، سوريا الفوقانيه، عشان اجي هنا اقول لي اعتمد في الاردن؟ هو تعصب جغرافي لاسرائيل ونهر اسرائيل، ما اروح انا اغتسل في دجله والفرات؟ قالوا له لا لا، ده عبيده، اسمع الكلام يمكن في خير. فقال ايه ده؟ كان هنقطع منه الخيط في السكة. فراح اغتسل، فقالوا لحم كلحم طفل، اغتسل وتطهر واخذ شيء جديد. هنا في الواقع كنا انا يعني خايف، كنت انا خايف للأعمى يرجع من السكة تاني ولك ايه ده، هيضيع علي فرصة كن انا لمت لي خمس ست ملاليم ينفعوني ارجع تاني الحتة بتاعتي يا عم انتهى. ولكن لا،
استطاع هذا الأعمى لأنه أخذ لمسة، أخذ لمسة، أن يحول اللمسة دي إلى سلم يصعد به إلى السماء. ده أنا أعتقد يا أحبائي أنه راح جري، جري لبركة سلوان ونزل وترمى فيها رمي وغطس، وبعدين إيمانه عمال ينفض في قلبه بالنار. بص لعينين فتحت وبعدين قال يا سلام، ومرة تانية أشوف النور، وجري جري جري على رواق النساء اللي كان فيه المسيح، ما لقاش المسيح. طبعا شغلان على بال ما يروح بركة سلوان فيها 3-4 ساعات في آخر أورشليم في آخر الهيكل من تحت، وبينزل لها مسافة طويلة تحت، انقطع قلبه نزول وانقطع قلبه طلوع. وبعدين على بال ما اغتسل وطلع ما لقاش الرب، وعاد بصيرا ما عادش للمسيح. وبعدين فالجيران الذين كانوا يرونه من قبل انه اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان اعمى؟ مش ده الانسان اللي كان معانا بيهلس وبيشكر وكنا نقول له حاجة عن ربنا يجدف، وكان يعني شاطر زينا في الخطية واعمى لا يعرف شيء عن الله. ايه يا اخوي اللي فتح بصيرته وخلاه يعرف ربنا ويتكلم باسم الله وكده؟ ايه الحكاية دي؟ تماما تماما اللي بيعتمد او بيولد من الله بتبان اعماله زي الريح، ترى صوتها ما تعرفش جت منين وراحت فين. لقوه اعتمد ولقوه اعتمد وجيبوا له عينين، فتعجبهم تعجبهم، تغيير جبار، تغيير ظاهري، بيبقى تغيير ظاهري تماما في الانسان اللي بيولد من الله، بيولد من فوق، بتتغير سحنته، بيغير ضميره، يقول تعال امضي هنا، يقول لهم لا اذبحوني ولا امضيش الامضه دي تاني. ليه؟ ما كنت بتمضي ونكسب سوا، نكسب سوا، اذبحوني وانا ما امضيش، يستحيل، ما كذبش، ما سرقش، ما خطيش، ما مشيش في طريق الشر، اموت انا هقع في الارض وجروني زي ما انتوا عاوزين، ويستحيل امشي معاكم برجلي. يقول ما كنتش هتقوم هنضربك، اضربوني، ما كنتش هتمضي هنفضحك، افضحوني، احنا هنشتكيك وبعدين يسجنوك، اسجنوني، ده يضيعوا مستقبلك، اموت، عيالك تتيتم، ابدا ما تتيتم، ده هتدخل السماء لاني هموت شهيد، يستحيل امضي، يستحيل اكذب، يستحيل امد ايدي تاني. اللي عملته كان 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 زمان، كنت اعمى والان ابصر. عجبا يا ربي، ده اعمى، ايه اللي رجعه بصير؟ مش ده كان بيجلس ويستعطي؟ فقال بعضهم انه هو، واخرون لا لكنه يشبهه، واما هو فكان يقول انا هو. فقال له كيف انفتحت عيناك؟ واجاب وقال هذا الرجل الذي يقال له يسوع صنع طينا وطلى به عيني وقال لي اذهب الى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فابصرت. فقالوا له اين ذاك؟ فقال لا اعلم، ما شافوش تاني. عشان كده قال انسان بيقولوا عنه انه اسمه المسيح، عمل كتو كتفي وجيت ابصرت. مين هو؟ عارف فين هو؟ ما عرفش. بيبتدي الانسان كده اللي بيولد من فوق، بيبتدي كده حواسه مقفله ولكن عندها استعداد للانفتاح، حواسه غير عامله ولكن مستعده انها تعمل حينما تستخار، حينما تسال، حينما يعطى لها فرصه شهاده. فأتوا بالذي كان قبلا أعمى إلى الفريسيين، وكان حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه يوم السبت، فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر؟ فقال لهم جعل على عيني طينا ثم اغتسلت فأبصرت. فقال له قوم من الفريسيين أين هذا الرجل؟ ولا إن هذا الرجل ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. وقال آخرون كيف يقدر الرجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وقع بينهم شقاق. فقالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عن الذي فتح عينيك؟ قال لهم نبي. معروف أن كل اللي بيعمل معجزة نبي، انتقال عجيب. لما سألوه سأل نفسه الأول، قالوا له مين اللي عمل كده؟ قال إيه؟ إنسان. وبعدين لما استتاروه
قالوا له الرجل ده ليس من الله. انتبه، هنا في شهادة، ليس من الله، ليس من الله يعمل فيا كده. تمام يا احبائي، تمام كده، اولاد الله بيسألوا كده، يقولوا يا عم تعال اعمل العمل ده، تعال اعمل الخطية دي، زي بالظبط اجحد المسيح وتعالى. تمام، هي كده. يعني يوم ما انت تكذب ده عملية جحد للمسيح، يوم ما تسرق عملية جحد تماما. بيقول لك ايه، تعالى تعالى معانا، المسيح ليس من الله، تعالى اكذب، تعالى اسرق، تعالى اخطي. تقول لهم اه اجي. يا ما حصلتش الاعمى، ما تحفظش الجميل، ما تحفظش جميل اليد اللي اخرجتك من الظلمة الى نوره العجيب. يا احبائي، مرة سألت انسان كان بعيدا عن الايمان فامن واعتمد وهو كبير، وبعدين بسأله ايه آية حياتك يا صديقي؟ قال لي آية حياتي، انا ليس لي الا آية واحدة، اني كنت اعمى والان ابصر، والان هي بيت الآية انا هقولها وبعدين قولوا الحتة الاولانية عشان راحت مني. اشهد بفضل الذي دعاني من الظلمة الى نوره العجيب، اشهد ولا ايه؟ اخبر، اخبر بفضل الذي دعاني من الظلمة الى نوره العجيب. ان كانت لنا رسالة من بعد الاعتماد، من بعد ان نولد من فوق، فليست هي اي رسالة اكثر من اني اخبر بفضل الذي دعاني من الظلمة الى نوره العجيب. هتخبر ازاي؟ لازم تكرز، لازم تتعلم الايات وحفظ الايات، ولازم تكرز بالانجيل على مستوى معلم، لا، على مستوى السيرة يا صديقي، تشهد للرب واعمال الرب التي تمت فيك، اشهد له بتضاع، اشهد له بطهارة قلبك، بطهارة يديك، اشهد له بحياتك، باخلاصك، بنيتك المفتوحة، بحبك للجميع، اشهد، رد الجميل، خبر بفضل الذي دعاك من الظلمة الى نوره العجيب، عشان يدوم لك النور، وإلا يسحب منك. سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. سيروا في المعمودية في موهبتها، اضرموا هذا النور في قلوبكم لئلا تسحب منكم موهبتها. المعمودية نور، وهنشوف او شفنا تقريبا لغاية الوقت، لان الميلاد من الماء والروح بيشمل تماما عملية الاعمى، اعمى بركة سلوان، بيحصل انفتاح داخلي، فانت فعلا بتبقى في نور سماوي، بس العين ما بتشتغلش الى ان تعطى لها فرصة للعمل، فرصة للشهادة، فتبص تلتي انها بتشتغل فعلا. فرسالة الانسان المولود للسماء، المولود للملكوت، للحياة الابدية، ان يخبر بفضل الذي دعاه من الظلمة الى نوره العجيب، بالسيرة الحسنة، بالمحبة، بالبذل، بالاحتمال، بالصبر، بالاتضاع. قال له انه نبي، ولم يصدق اليهود انه كان اعمى، فابصر حتى دعوا ابوي ذلك الذي ابصر وسألوهما قائلين. هذا ابنكم الذي تقولان انه ولد اعمى، فكيف يبصر الان؟ اجابهم ابواه وقال، اسمعوا معي جحود الابوين بقى على المستوى العالي، اجابهم ابواه وقال، نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى، واما كيف يبصر الان فلا نعلم، او من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال ابواه هذا لانهما كانا يخافان من اليهود. ادي المفتحين، ادي المفتحين انكروا النور وصانع النور قدام الاعمى والاعمى ابنهم، وبالجملة انكروا ابنهم وانكروا النعمة اللي حلت على ابنهم. اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. يا سلام، حقا ما قال داود في المزمور، ابي امي تركاني اما الرب فقبلني. ده آية الاعمى
بس آية كل من يعتمد أيضا. خلوا بالكم الأعمى دايما دايما تطبيق لمن يعني يتقدم إلى المسيح ليولد. فهنا جحود الأبوين على مستوى الميلاد الجديد طبعا مش هيكون، لأن الأبوين هم اللي بياخدوا الولد ويعمدوه، ولكن يقدروا يعملوا له إيه؟ زي ما قال داود: أبي وأمي تركاني أما الرب فقبلني. في الواقع في المعمودية بنأخذ أب جديد وأم جديدة، من المعمودية نأخذ أبوة غير الأبوة التي كانت لنا. من يعتمد من الماء والروح، وطبعا أذكركم دايما النهاردة عيد التناصير، كل من يعتمد ويخرج من المعمودية لا يدعى بعد ابن آدم بل يدعى ابن المسيح. كل من قبلوه اعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله، ابن الله. فابي وامي تركاني اما الرب فقبلني. هنا ايضا دعوة وعلى مستوى سري لكل انسان مسيحي يحيا في الرب. لا ينتظر كثيرا من ابويه ولا يفرض عليه كثيرا لابويه، لانه لم يعد له أبا أو أما إلا المسيح والكنيسة. فهي واجبات جسدية، ولا ينبغي أن تتعدى الواجبات الجسدية. فأرجع وأقول إن علاقتنا بالأب والأم كمسيحيين وفي الحياة الروحانية لا ينبغي أن تتعدى الواجبات الجسدية. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه أنه كامل السن اسألوه. فدعوه ثانية وقالوا له: اعطي مجدا لله. ده قسم، تفتكروا طبعا القسم اللي فرضوا يشوع على عخان بن كرمي، قال له اعطي مجدا لله محكمة. بس بردك هنا هو في الوضع السري او السرائري بتاع انجيل يوحنا، اعطي مجدا لله ده كل من بيعتمد وبيخرج من جور المعمودية بيعطى ان يمجد الله. فاعتمدوا ممجدين الله، فتمجيد الله هو اول عمل بيعمل للانسان الخارج من جور المعمودية. فدون ان يدروا خلوه ينطق بالرقصة او بتمجيد الله، قالوا له اعطي مجدا لله. طبعا قال المجد لله ما فيش شك. فهنا برضك اشارة سرية لعمل وفاعلية المعمودية في الانسان. فاجاب ذلك وقال: اخاطي ولست اعلم، انما اعلم شيئا واحدا، كنت اعمى والان ابصر. يا احبائي، كنت أعمى والآن أبصر. ما ينبغي أن نعيش بعد في عمانة. الدعوة لنا جميعا، الدعوة أن نضرم موهبة الرؤية. قد أعطي لكم جميعا أن تروا ملكوت الله. بولس الرسول بيقول: ما لم يخطر على قلب بشر، أو ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. هذا أعلنه الله لنا بروحه، لأن الروح، وطبعا الروح بناخده في المعمودية، يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأنه من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ مين يعرف دواخلك إلا روحك اللي فيك؟ هكذا روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. يقول بقى بولس الرسول: ونحن لم نأخذ روح العالم. للأسف يا أحبائي الكلام فيه توبيخ، بس مش قادر أو أطلع على مستوى التوبيخ وأقول إن إحنا فينا روح العالم. بولس الرسول بيقول: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف به الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها، لا بحكمة ولكن بما يعلمه الروح، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي
لا يقبل مال روح الله لأنها عنده جهالة. يا أحبائي، أمور الله أو رؤية الملكوت ما هياش التأملات، ما هياش القراية بعمق، ما هياش مجرد الفهم زي ما قلت لكم، ولكن السلوك. سلوكنا في جدة الحياة كمن لنا عينين وليس كمن هم فاقدي العينين، لأن احنا أخذنا الكلمة، أخذنا الإنجيل، أخذنا الآية اللي نسير عليها. بتعجب من الناس اللي جاية تعترف وبعدين واضح قدامها انها كسر الآية، والآية دي عينينا اللي بنشوف بيها. ازاي يا احبائي ندخل نتناول؟ ازاي يا احبائي يكون لنا شركة في النور واحنا ماشيين في الظلمة؟ ينبغي يا احبائي ان نسلك في النور لاننا اولاد النور. الدعوة لنا جميعا ان نخلع اعمال الظلمة واسلحتها، ونلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. أوصل في النهاية إن المسيح سمع إنهم عملوا له محاكمة وطردوه من الهيكل، وطردوه من مجمع أي من الشركة في شعب إسرائيل، فقبلوا. ودايما ديا عمل الله انه يقبل المطرودين، طوبى للمطرودين. طبعا هم طردوه فحس بخساره فعلا انه ما بقاش من شعب اسرائيل، ولكن لم يفقد الرجاء، وهنشوف على طول في الاخر. فوجده وقال له: اتؤمن بابن الله؟ ده لما سمع يسوع انهم اخرجوه خارجا وجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذلك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. أتؤمن بابن الله؟ كان مش من السهل يا أحبائي أبدا وهو أعمى أن يؤمن بابن الله. كان مش من السهل بعد أن اغتسل في ماء الحياة أن يؤمن بابن الله، ولكن أصبح الآن سهل. المسيح بيرد على جوع الإنسان وعطشه. شعر المسيح بجوع هذا الإنسان وعطشه لله بعد أن طردوه من الهيكل ومن شركة إسرائيل، فداله أكثر من اللي فقده مئات وألوف المرات. هو فقد رعوية شعب إسرائيل واكتسب الرعوية لله. لاحظوا لما قال أؤمن يا سيد، هنا تمت الكلمة الأولى اللي بنسمعها في بداية إنجيل يوحنا: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. بعدين برضك يصيروا أولاد الله المؤمنين، يعني المولدين، ليس من جسد، ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. ده المولود من الله. هنا في ولادة أخرى تمت لهذا الإنسان حينما اغتسل وعاد بصيرا وآمن بالمسيح وسجد. هنا نال البنوية لله. هنا في ولادة أخرى تمت لهذا الإنسان حينما اغتسل وعاد بصيرا وآمن بالمسيح وسجد. هنا نال البنوية لله. فقال يسوع لدينونة: أتيت أنا إلى هذا العالم. مع أن احنا نعرف بالضبط أن المسيح قال: أنا جئت لا لأدين العالم بل لأخلص العالم، ولكن قال لدينونة: أتيت أنا لهذا العالم. مش دين، ولكن لأنه هو النور، والنور جاء إلى العالم، والنور بيكشف اللي بيعملوا الظلمة من اللي بيعملوا النور أو بيعملوا الصلاح. وطبعا تفتكروا الكلام اللي قاله نيقوديموس ردا على مجيئه ليلا، قال له أن اللي بيعملوا الشر يخافوا يمشوا في النور، ولكن اللي بيعملوا الصلاح يحبوا يجوا في النور لترى أعمالهم أنها معمولة بالله. فالمسيح نور العالم، هنا النور نور الضمير. فطبعا اللي بيقبل النور بيعيش فيه، واللي بيرفضه بيضغى عليه الظلام. لدينون أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. هنا لا يبصر حتى يبصر الذين لا يبصرون،
هنا واضح طبعا الكلام عن الأعمى وعن كل إنسان ضعيف البصيرة أو لا يدعي بالمعرفة، ده مفتوح قدامه المعرفة، ولكن الذين يبصرون ويدعون المعرفة دول بتنغلق قدامهم المعرفة الحقيقية. زي ما في مرة من المرات سمعتم عن المسيح أنه تهلل بالروح وقال أشكرك أيها الآب لأنك أعلنت هذه الأطفال والجهلاء وأخفيت عن الحكماء والفهماء. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية. طبعا أفضل أن يكون الإنسان بلا معرفة ويسعى في طلبها من أن يكون عنده معرفة كبيرة ولا يعملش بها. هذه النتيجة أن كل من يثق بنفسه بتبقى خطيته فيه. في الواقع هنا توضيح لعمل الظلمة في قلب الإنسان. في قول لواحد من العلماء أو الحكماء الفريسيين في أو الربيين في العهد القديم، كان قبل أيام المسيح، جم بيسألوه الصدوقيون بيقولوا له إيه، ما هي علامة مجيء المسيح أو كيف يأتي المسيح؟ فقال لهم اذهبوا اطمسوا عيون هذا الشعب ونادوا بالظلم على الأرض ويأتي المسيح. قالوا ازاي انت تهيننا بهذا الكلام؟ قال لهم ابدا انا لا اهينكم، ولكني اشرح النبوة، نبوة اشعياء. طبعا تفتكروا نبوة اشعياء اللي بيقول ايه، الشعب الجالس في الظلمة ابصر نور. الظلمة هنا علامة مجيء المسيح. وحتى التانية بيقول فيها برضك اشعياء، اعطي عيون لا تبصر واذان لا تسمع حتى لا يبصروا بعيونهم ولا يسمعوا بآذانهم فيأتوا إلي فأشفيهم. ففي الواقع يا أحبائي لنا عيون تبصر، بس أخاف أنها تكون كعيون الفريسيين، عيون حكماء إسرائيل الحكماء في أعين أنفسهم، ولنا آذان تسمع وأخاف أنها تكون كآذان المتعلمين تحت رجلين غملائيل وخلافه من معلم الناموس، ونكتفي بالمعرفة دون العمل. يا أحبائي المسيح جاء كنور، والذي يريد أن يأتي إلى النور ينبغي أن يضرم موهبة الحياة الجديدة التي أخذها في المعمودية فيه لكي يستطيع أن يتواجه مع المسيح. لا يمكن أن ندخل إلى المسيح والخطية باقية في قلوبنا. فاليوم دعوة، دعوة للتطهير، دعوة للرؤية، دعوة لانفتاح العينين، دعوة مع هذا الأعمى الشحات الفقير الذي كان يمد يديه ليستعطي. ليتنا نمد أيدينا إلى المسيح ولا تكل أيدينا حتى نشعر بيديه تلمس عيوننا فتنفتح، وقلوبنا أيضا فندرك عمل المسيح وندرك معنى أنا هو نور العالم. يا ابن الله، يا من أتيت فعلا لتكون نور للعالم، اطرد ظلمة الخطية من قلوبنا حتى ندرك وجودك وحتى نسعى خلفك. أعطي لكنيستك يا رب هذا النور الذي يبقى معها ولا تحيا في ظلمة بعد. نعم يا رب، هكذا نضع أنفسنا بين يديك كما وضع هذا الأعمى الذي كان يستعطي على سلم هيكل أورشليم. نعم يا رب، نفتح قلوبنا كلنا لكي ما تمر علينا واحد واحد وتلمس عيون قلوبنا فتنفتح، وحينئذ لا نبصر النور الذي في الدنيا فقط بل نبصرك أنت يا ابن الله، وحينئذ نستطيع أن نشهد ليك لا كإنسان يصنع خيرا ولا كنبي يصنع موكدة، ولكن كابن الله الذي ينبغي له السجود بالروح والحق. أمين يا رب، لك المجد والبركة في كنيستك من الآن وإلى الأبد. أمين. مقتطفات من عظة أنا غني وقد استغنيت. إذن إن كنا في عوز من جهة العلائق البشرية البسيطة اللي بتربطنا ببعض، فده ناتج من أن حياتنا الداخلية فاترة.
وارجع واقول فاترة لاننا بنشعر اني غني. الداخل يا احبائي الداخل مشكلتنا الاولى. لا مش مشكلة، لا لا لا، بابنا الملوكي، نعمتنا العظمى الداخل. الداخل الداخل يصلح الداخل اللي بره يبقى نور، قوي الداخل اللي بره يبقى ملكوت. لو استطعنا ان احنا نعدل العلاقه اللي تربطنا بالمسيح يسوع ونرفعها على مستوى الاشتعال، هنطلع بره بيتنا نلتقي الناس كانهم تغيروا. مين اللي تغير؟ انت. هتبص لتلاقي الناس بتتسابق في تكوين علاقه معك، تتسابق في محبتك، تتسابق في الجري وراك. ولكن طبعا اللي علاقته بالمسيح لا يرضى ان احد يجري وراه، هو اللي يجري وراء الناس ويفدي الناس بحياته ودموعه وصلاته. فاذا الصوت صادق، ما قال يقول الامين الشاهد الامين مش كده، والصادق الامين، هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداءه خليقه الله. اذا شهاده امينه وشهاده صادقه ما ينقلها لك الرب يسوع المسيح في هذا المساء بالروح. وليت الروح لا يتحدث ولكن ينخش. كثير عدنا مع بعض وسمعنا احاديث، ولكن اتوسل لدى الروح في هذا المساء انه يتحدث بطعن الحربة، ماش بقوة الكلمة، يطعن بلاش جنبك ولكن قلبك، يطعن عشان صحيح يخرج دم، يخرج بذل حقيقي، فيغسل الحياة الماضية من الأنانية والذاتية. مش ممكن، طالما انت غني فستظل فاتر، وطالما انت فاتر فالرب لا يمكن ان يحتويك، اذا احتواك يتتمغص احشاؤه يلفظك. فصوت الله لكنيسة آخر الزمان صوت الحب الضائع، صوت الحب المفقود، ومن كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. أنا واثق أن من فكوشي كثرة اسم، ولكن هي العلة اتقالت وتحوطت كويس قوي وتحط تحتها خطين وتقدمت ليك في مذكرة مختصرة لا يمكن أن تنسى ولا تمحوها الأيام والليالي. العلة واضحة قوي زي الشمس مكتوبة على رأسنا فوق بكل لغات العالم، إني غني. فلأنك غني فأنت فاتر، ما هو لو ما أنتش غني يا تبقى بارد يا تبقى حار، ولكن قلت إني غني. فتعالوا يا احبائي نتآيا احنا بقى انفسنا، بدل ما يتآيانا المسيح نتآيا انفسنا الردية اللي اخذت صورة التقوى والعلم وصارت معجبة بذاتها وكأنها تستطيع ان تخلص كثيرين وهي عن النور معمية. يلا ننفض انفسنا نتآياها عشان المسيح يقدر يبلعنا. نتآيا النفس المتعلمة الحاذقة اللي بتشعر انها افضل من غيرها، مع انها بالحق يقول الرب عنها انت الشقي والبائس والفقير والاعمى والعريان. تعالوا تعالوا الليلة نتعاهد سرا بلا حديث وبلا كلام، نتعاهد امام المصلوب ونقول له انت تعريت وبقيت قادر أن تعري البشرية من ثوبها المزيف. عرفنا يا ربي يوم المعمودية، ليه ما نعيش طول عمرنا عراه من كل ثوب كاذب
أثواب العلم والمعرفة والآيات المحفوظة والجمل نلقطها من مارس حاء ومن شيخ الروحاني ومن هنا وهنا ونتعاجب بالألفاظ والكلمات والجوه وجوه البيت مخرب. أنا الغني أو إني غني وأفضل من غيري. طيب إن كنت جدع تتصالح بقى مع الوديع، لأن الوديع مش ممكن يتصالح مع الأغنياء. اللي ركبوا تاج شوك على دماغه ما يقدرش يتصالح مع أصحاب تيجان الذهب والعلم والعظمة، واللي وقفوه مصلوب متحمل على مسامير رجليه ومسامير ايديه ومنتوشة ايديه ورجليه، يعني معرفش يوصفها لك الدكتور ازاي، التندونز بقى مشدود على اخرها حتى التندونز متمزع وطبعا الدم نازل، اللي متحمل على مسامير ما عرفش يتصالح مع الجالسين على عروش الذهب والحرير والفضة والعلم كراسي العلم العالي. فبقول يلا الليلة ونحط عهد طول العمر ان ما نبقاش اغنياء في انفسنا، ما نشعرش اننا اغنياء. انت تقول دي هي دي المصيبة، مش ده حالك، لانك تقول هنا تقول هنا ادعاء، وبعدين الرب هنا بيكشف ما يسمعه في الضمير وفي القلب، مش اللي بنكتبه ولا اللي بنقوله. يا سلام على اللي بنقوله، اللي بنقوله احنا تراب ورماد، يا سلام صلي لي يا ابونا فلان انا استحق، حتى يعلم الله ما بسمعهاش الايام دي، صحيح ما بسمعهاش بعض الايام دي، بسمع ايوه ان شاء الله ان شاء الله حاضر نصلي لك نذكرك ان شاء الله، ايوه ان شاء الله ما ازاي نذكرك. ما بنقدرش نوضع انفسنا في الوضع الصحيح بالنسبه للمسيح، بنحط انفسنا عاليين قوي بالنسبه للناس قوي، لانه علماني غلبان فانا راهب عظيم هصلي له ابدا، حي واسم الله حسب رؤيتي، حسب رؤيتي اللي ادهاني المسيح ان 90% من العلمانيين الغلابه المساكين اللي بيجوا ويقولوا لك صلي لنا حالتهم الروحيه عاليه ربما اعلى من كثيرين. ف درجتنا عاليه شويه في عينينا لان بنبص لغيرنا، وعشان كده بنزوغ بنضل، بيحصل خداع بصر. اللي بيقيس نفسه على نفسه ده يضل، واللي يقيس نفسه على غيره ده يضل. قياسنا الوحيد هو الرب يسوع، هنقيس انفسنا عليه، ده اللي نقدر نشوف انفسنا عليه، هل احنا صحيح اغنياء ولا فقراء. فهنا الروح بيكشف حقيقه واقعه في داخلنا، بنقول في انفسنا اني غني، انما الكلام اللي من بره لا ده انا تراب ورماد، ده انا غلبان، ده انا ما استاهلش، ده افضل من فيكم، افضل من فيكم يقول كده ان انا غلبان، اصلي لك ده انا غلبان، صلي لي انت، يقول يا ابونا العفو العفو يا ابونا، ده انت ابونا كلنا وده انت اخونا كلنا لا ازاي ده احنا متوسمين فيك خير، اذكرنا في صلاتك، قول انا المستحق، افضل من فينا يقول انا غلبان وانا تراب ورماد، بس برضك افضل من فينا، ما فيش مانع نقول في قلبه انا افضل من العلماني ده، يقول ببقه انا تراب ورماد ويقول بقلبه ان انا افضل من غيري، برضك هنفضل فاترين، وبرضك الحراره مش هتدب، مش هتشتغل جوه. اسمعوني انا عارف الداء، الداء موصوف وانا بوصله من طبيب ماهر جدا لم يوجد على الارض مثيل له ولا شبيه ولن يوجد، وانا بوصله لكم في هذا المساء عبر نفسي التي ذاقت من نقع جهالتها وعرفت من اين يكون الفطور ومن اين تكون البرودة. بنقل لك رسالة
من فم لا يكذب ومن خبرة تمررت في هذا العالم. فجايز تقول في بقك أنا فقير وأنا غلبان وأنا شقي وأنا بائس وعريان، وجايز تقول أنا رماد تحت رجليك. من أنا؟ ده أنا كلب ميت، أنا برغوت، مش بيقولوا كده؟ وبعدين أجد في معاملتك وفي سلوكك ما يوحي تماما بأنك أنت بتتعالى عن كل إخواتك وتتعظم عن كل اللي في المجمع وشايف نفسك أحسن من الكل. مش ممكن، لن تسخن أبدا السخونة الروحية الحقيقية اللي توصلك لملكوت السماوات، ولن تكون نور ولا ملح يستطيع أن يملح الآخرين. فالليلة الكلام مصوب بحكمة وحذق، اسمعوه لئلا يفوتك الكلام زي ما بيقول بولس الرسول. وإن سمعتوه لا تقسوا قلوبكم، افتحوها كويس عشان الروح يطعن طعنة ماهرة يخلي القلب ينزف الدم الزفر الأسود اللي عاش بيه أيام وسنين كثيرة، عشان دم المسيح يدخل على نظافة. الليلة احنا بنعالج خطية الجيل وداء الكنيسة الأخير. إني غني، أظهر حالات بيتوضح فيها المرض المميت القتال الخطير ده هي الرهبنة، ومن بعدها الكهنوت. فالراهب بيشعر أنه أفضل من غيره أول ما بيجي الدير على طول بيشعر. ليه؟ الكل بيقول له يا سلام طباق طباق. ما مرة واحد لما تراه بنت، يوم ما تراه بنت بالذات لبسوني جلابية سودة، فبيه واحد لطيف أحبه موت الله إنه يحرحه أشيش أبونا إبراهيم الرجل الطيب ده، مش اسم إبراهيم إيه؟ إبراهيم خيط؟ أبونا إبراهيم إيه؟ لا كان علناني وجاي يقول لي إيه؟ يطبطب عليا ويمسك الجلابيه في كم هنا ويقول لي ايه طباك انت اخترت النصيب الصالح. وبعدين انا اتغصت قوي سكت، ايه النصيب الصالح؟ وتاني وقعد يبوس يلمس الجلابيه بايديه ويبوس ويقول لي طباك انت اخترت النصيب الصالح. قلت له انت ما تختاروا يا اخويا انت رفض، ها ما تختاروا ايه اللي منعك؟ فبصت لي كده وسكت كده وابتسم ضحكه وسكت. قال لي انت بتتكلم الكلام ده من نفسك؟ قلت له ما اعرفش، لو وقف دماغي انت عاوز. فراح ما قدرش يحتمل بعديها ثلاثة مسيح. فالراهب لما بيلبس الجلابية السوداء وينعزل عن العالم بيجيله احساس مفاجئ انه بقى افضل من غيره. هو تصدقه؟ لا لا لا، ما تصدقش نفسك ابدا ابدا. تبقى غني، او اقول لك العلامة، تبقى غني لما تتشتم وتتهان فتفرح، لما تنظلم فتتهلل، لما تعيه ما تبطلش صلاة طول الليل، لما تتناسى في الأكل وتتناسى في الشرب فتقول طباق انت اليوم حسبت مع ايه السواح المجاهدين. انما مثلا حد يجيب لك كلمة صغيرة، حد يقول لك حاجة، تتنغص نفسك وتيجي تحط في الكتاب كراس وتلمح وتصرح وتيجي في الاعتراف. واصل يا ابونا قالوا لي كيت وانا احتملت، انا بقولش حاجة بس يعني زي ما تقول يعني خدت على خطري، يعني زي ما تقول انا مهمنيش انا راضي وقابل بس يعني خدت على خطري وانا ما كانش ودي وكان وكان. يا عم انت فين والرهبنة فين؟ ده الثوب اللي انت جاي تلبسه اسمه ثوب جحد العالم وجحد الذات. الثوب الاسود ده مكتوب عليه من قدام جحد الذات ومن ورا جحد العالم. فأنا أعرف إذا كنت أنت فقير بحق بيبان زي الشمس على طول، بتحس أنك أصغر واحد في المجمع، تدور بعينك على النصيب الأخير والمتكأ الأخير والنصيب الأصغر، ولما تمدح تتكسف وتحتاس وتبقى مش عارف ود وشك فين، وتجيله وتقول لي يا أبونا ما تقوليش الكلام ده، ده أنا بدوب في جلدي، ده أنا غلبان ومسكين يا أبونا أرجوك، ده أنا صفة ونعتي أنا هنسى خطاياي. زي القديس لما كان يجي مدحه والشيطان يقول له ليه أنا صرت زي أنطونيوس؟ ليه صرت زي أبو مقار؟ بعد عني شوف لك واحد تاني مدحه غيري.
فمصيبتنا ان احنا بنحمل سمات مرض هذا الجيل مضخمة. مرض الجيل اني غني وقد استغنيت يا رب. ده نتيالي كده كمان برك. ليه فاتت من الصبح دي؟ نسيتها، سامحوني. دي اشنع من الاولانية. اني غني ومش كده وبس، واستغنيت. اوصل ليه؟ انا مستغني عن اللي هتقولي، قولي قبل ما تقولي. ما مستغني عن عطاياك. وما هو مرة واحد راح في الجبل متوحش، جهتين ناشف فالسموم راس، فادوه لواحد زراب غلبان وقالوا له خد يا ابونا فلان ده وديه للراهب فلان المتوحد. فراح ودوه له، قال له ايه ده؟ قال له تين ناشف. قال له ايه اللي جايبه لي ده؟ قال له تين بركه يا ابونا، ده بعته ام بمار. قال له ام بمار يبعت لي تين بركه ليه انا اقل منه؟ يبعت لي بركه ليه انا اقل منه؟ والاحنفوش اني مش غني وقد استغنيت. غني مصيبة، ولكن استغنيت دي مصيبة المصائب زي ما يقول سفر الأمثال. فده الجيل ده صحيح، مش بس اني غني وقد استغنيت. فتح الكتاب فاحفظ له آيات واصطاد كتابين. سيرة ولا اتنين وعلم. لا يحتمل واحد يراجعه، لا يحتمل واحد يصحح له، لا يحتمل اب يوبخه ولا يأدبه. لا معش، لاني غني وقد استغنيت. يا ابائي ويا اخوتي ويا احبائي، انا اتكلم وكأني ارى بعيني، مش فالت من الكنيسة من هذا الداء، من الكنيسة اللي لابسين اللبس الرسمي في الكنيسة بما فيهم حضراتكم، إلا قليل جدا جدا ما أقدرش أنطق الرقم. قليل اللي فلت من إني غني، وأقل منه اللي فلت إني قد استغنيت. فكل ما هتقرأ وكل ما هتصلي وكل ما هتعرف وكل ما هتحفظ هتزداد معرفة. احذر المعرفة تتحول فيك إلى غنى، المعرفة الحقيقية تتحول في أولاد الله إلى فقر. مش بس يا أبائي أنا بتكلم، دي مش فلسفة، صدقوني سمعتها من رجل عالم. ليه صديق كان زمان من حوالي 20 أكثر من 20 سنة، 20، هو جه زارني يمكن سنة 53، يبقى 23 25 سنة. كان اسمه الدكتور ماكلين، ده مدير الجامعة الأمريكية اللي كان سفير، بعد كده جه سفير. جه يزور الدير، واخد 3 دكتوراه. وبعدين انا بالصدفه كنت الموجود او المسؤول، من عارف، ما اظنش ما كنتش مسؤول. فقالوا لي اقف معاه اتكلم معاه، فقعدت هو اتكلم معاه كلمه من هنا كلمه من هنا. الراجل انتبه، لا كلام من نوع اخر غير العلم اللي بيعرفه، هو واخد اداب وفلسفه وفلسفر دكتور. فلا كلام روحي بمعناه العميق. فسالني فزودت، سالني زودت. فده حدوح كان ركاني كده من حرقه وقال لي احنا يلزمنا نقعد شويه كده. قلت له اتفضل قعدنا. فقعد يتكلم وكلمه، وبعدين قال ممكن نطلع نمشي في البريه شويه. طلعنا مشينا في البريه، نطلع على الحصن من فوق، طلعنا على الحصن فوق، ممكن نصلي، صلينا. قال لي ممكن ابيت في ثلث بيت، فادى اشاره انه هيتاخر وبيت في الدير. قعدنا سهرانين هو بالصبح. وبعدين في الاخر هذا التقرير قاله واحد الماني امريكاني، قال لي شوف يا ابونا انا اخذت علم كتير او في حياتي، انا واخد 3 دكتوراه، ولكن بحس دلوقتي اني فقير جدا جدا جدا، والعلم اللي اخذته ده زودني احساس دلوقتي باني افقر انسان. ده يا نساء يا جماعه، رجل علماني وامريكاني اول ما حس بالله الاحساس الحقيقي لقى كل العلم اللي عنده انتهى، وقف كشور، وقف منه.
فصدقوني الكلام أو الرسالة المنحوسة اليوم ومطعمة في قلوبكم وضمائركم رسالة صادقة جدا وحية جدا. اليوم اللي فيها تتعرف على الرب معرفة صادقة مش ممكن هتحس في أعماقك في يوم من الأيام أنك أفضل من غيرك، دايما هتحس أنك أقل من غيرك، وهتحس أنك أنت أعوز من غيرك وأحوج للمسيح من غيرك. مش ممكن هتحس بأنك أفضل من غيرك أو أكثر علما أو معرفة من غيرك. دي معرفة الشيطان، المعرفة الشيطانية تنفخ، أي تجعلك تحس بأنك أفضل من غيرك وأعلى من غيرك، وتقيس نفسك على غيرك تلاقي نفسك فعلا أفضل. ولو عمل لكم امتحان ورقة تنجح أفضل من غيرك، بس هو ده العلم الذي ينفخ. أما علم الروح القدس، علم هذا المساء، علم الرسالة المرسلة بيد الشاهد الأمين والصادق الأمين اللي قلبها في الترجمة في الإنجيل ده الطبع الجديد، قال الأمين الشاهد والأمين الصادق، والاثنين جمال قوي على بعض، الشاهد الأمين والأمين الشاهد. إنك إذا ازددت قربا من المسيح ازددت فقرا، ففي الحال لا تشعر إطلاقا بأنك أفضل من غيرك ولا أحسن من غيرك ولا أنبه من غيرك ولا أشطر من غيرك ولا أقدر من غيرك ولا أحكم من غيرك